103. فنجي نشوفها، هاي الفري سيمنتيكلز، هذا البي دي ال سبيس، هذا البون، وهذا التوث سيمنتم. هاي السيمنتيكلز هاي فري، وممكن تطخ بالسيمنتم تصير اتاشت، وممكن تختفي بالسيمنتم تصير امبيد. اوكي زين، هاي الصورة دائما انا اركز عليها واجيبها. هاي هذا روت. اوكي روت سيرفيس، هاي شنو داخله؟ هذا يا تايب اوف سيمنتم، هذا سيلولار. وش تايب اوف سيمنتم؟ سيلولار وذ انترنسيك واكسترنسيك. ليش؟ لان هذا سيمنتم قريب على البي دي ال، يعني هذه الطبقه اللي قريبه على البي دي ال، هاي الطبقه، هذا السطح اللي قريب على البي دي ال سبيس، بيها كلاكيلي، هاي بيها لاكوني، هذا بيها معناها اني هسه ليش لقيت السودا وجوزي؟ يعني بيها سكشن ماخذها، ماخذها بالجرايند سكشن، يعني بالتقطيع. فمن اقطع على السمنتم شو راح يصير بالخلايا مالته؟ بيرن، راح يصير بيها بيرن، تحترق فتتحول الى لون اسود. اوكي وهاي التشعبات اللي بيها عبالك هيجي مثل خطوط، هاي الايدينات مال الخليه اللي هي كانت داخل الكناليكيو. فهسه بدي تشوفوه هو عباره عن كناليكيو وبيها لاكوني وبيها كناليكيوز. زين كانت سابقا قبل لا تحترق داخلها الخلية سيل بيها سيتوبلازمك بروسس داخل الكنالكيو، هي اورجانيك. اوكي اورجانيك، قطعتها احترقت صار مكانها اسود والكنالكيو اسود. فايش يشبه من هذا النوع من السيمنتم والتوث؟ من طلعه التوث من نسوي لك اكستراكشن من طلعه بالضبط يشبه الجزر، الجزرايه تلقون بيها تشعبات، شايفيها تشعبات مالتها مال الجذور بالضبط، الجذور مال السن مال الانسان تلقى بيها الشغلة اللي تشبه الجزراء. زين السمنتم من ينزل على شكل طبعا ماتريكس، اول شيء سوفت، بعدين شيء يصير بيه مينرالايزيشن. الدنتين كان ينزل سوفت، بعدين يصير شنو مينرالايزيشن، الى اسم. الدنتين كان ينزل بري دنتين ويتحول الى دنتين. السمنتم شو ينزل؟ ينزل سيمنتويد مثل البون، اسمه اوستيويد البون، ينزل اوستيويد سيمنتويد يعني سوفت، وبعدين شو يصير سيمنتم، بعدين شو يصير هناك كالسيفايد تو بون. اوكي فاحفظ لي اياها، سيمنتويد هو شنو؟ هو معناتها البري سيمنتم، ما قبل السيمنتم او الماتريكس اوف سيمنتم. ماشي فانتبه لي على هاي الشغله عشان ممكن تجيك الامتحان. بقى عندي شغله واحده وهي الانكريمنتال لاين، كل هارت ستراكشر بي انكريمنتال لاين. هذا الانكريمنتال لاين يرجع انه انتم تسجلوها، لان ايضا ما شفت حاطه بالمحاضره، سجلوها ضيفوا لي اياها. السمنتم بخط واحد فقط اسمه انكريمنتال لاين اوف سلتر. شو اسمه؟ انكريمنتال لاين اوف سلتر. اوف سلتر اوف سلتر، سلت ملح وضيف لها اي ار، اوف سلتر. هذا ال اس اي ال تي اي ار سلتر. اوكي نجي نرسم السن، قلنا الديبوزيشن مال السمنتم شو راح يكون؟ شكله خفيف من فوق وبيش يصير بي يزيد التكنس مالته، تتذكروها؟ خفيف من فوق بيزيد التكنس مالته، التكنس طبعا يبلش من التوث يعني من هنا استرسمناه التوضيح. قال لك من تجي تاخذ سكشن هيستولوجيكلي تلقى اكو انكريمنتال لاين اوف سالتر يمتد من هنا ويبدي يصير هيجي، يمتد خفيف ويبدي يصير يفتح، يمتد خفيف ويبدي يصير. هذا الانكريمنتال لاين نشوفه كلش متقارب وين؟ بالسيرفايكال اريا. سيرفايكالي يكون الخطوط 1 نير باي، بينما ابيكالي خطوطه شبيهه تكون متباعده. ليش؟ لان التكنس اعلى، التكنس هنا اعلى من التكنس هنا. هاي واحد. ثانيا في شغل مهم قال لك هاي الانكريمنتال لاين، احنا كل الانكريمنتال لاين ناخذها، اخذنا بالانمال الانكريمنتال لاين، بالدنتين الانكريمنتال لاين، هي نتيجه بريد اوف ريست وبريد اوف اكتيفيتي. فشي يعطيني هايبر كالسيفايد ستراكشر او هايبر كالسيفايد؟ هايبر كالسيفايد وين؟ من خليه ترتاح،
اوكي؟ فيكون عند الخطوط لونها اسود وين؟ بالدلتين وبالانامل. العكس يصير عندي بالسمنتا. شلون العكس؟ قال لك هاي الخطوط اللي اعطتني اياها من ويا الخليه اللي بنت السمنتا اسمها السمنتوبلاست اكست لي النظريه، اعطتني خطوط هايبر كالسيفايد. هايبر كالسيفايد. ليش؟ زين هي عندها تمر بمرحله بيريد اوف رست وبيريد اوف اكتيفيتي، تنتبه الشغله. ايش قد نسبه السمنتا الانورجانيك؟ الانورجانيك بي 45% انورجانيك. والبقيه قال لك 55% اورجانيك. زين الخليه من تتعب تبدي تين ما تشتغل ببطء، تشتغل على كيفها. زين انا من تعبت سوت هنا ما قدرت تنتج لي هواي ووتر وبروتين وكولاجين، فقلت النسبة صارت 35. من صارت لنفرض هذا الرقم 35، من قلت النسبة 35 منو صار أعلى؟ الانورجانيك. فصارت تشو هايبر لو هايبو هايبر كالسيفايد. هايبر كالسيفايد. فهي بالبريد اوف ريست هم تتعب بس ما تنطيني اورجانيك هواي، تعطيني اورجانيك اقل، وبالتالي منو راح يزيد؟ الانورجانيك. الانورجانيك، وبالتالي صار عندي الخط هايبر كالسيفايد. فالوحيد الخط هايبر كالسيفايد هو انكريمنتال لاين اوف سلتر اللي موجود وين عندي؟ بالسمنتا اللي يكون نير باي each other cervically okay away from each other متباعد وين apically او شو تقول nearby بالcellular extrinsic type cement و far away when بالcellular mixed intrinsic بالcellular mixed fiber cement mixed fiber بالintrinsic extrinsic اللي هو تمام. لينا ارجو انه خلصنا المحاضرة، واي سؤال واستفسار راح يكون راح انزلها طبعا ايضا على اليوتيوب، واي سؤال واستفسار ارجو انه تكتبوها بتعليق كومنت. اوكي المعلومات الاضافيه تاخذوها مني تسووا لها ريكورد بورقه وقلم، اي شيء عندكم مثلا هذا الانكريمنتال لاين اوف سلتر هذا تضيفوه انتم مثل الحكي هذا، تقدر تخففه وتكتب الحكي مالتي لان احتمال يجيكم. شباب لهنا اتمنى ان رب العالمين يوفقكم، مكانكم جدا خالي وتعليقاتكم كلش حلوة، وتمنيت انه اشوفكم ونخلص من هاي الغمة ونخلص من هذا الوباء اللي اذنا واذانا. بس انا اقول هو فرصة حلوة لانه هو شيء انت لا تقدر تطلع ولا تقدر مثلا تسوي شيء، فاستغلها اقرأ على الاقل انه انت اذا قريت هالفترة اللي راح تقدر تسافر بها ولا راح تقدر تسوي بها اي شيء اقرأ، ومن يروح الفيروس ان شاء الله هذا على الاقل انت مسيطر على المادة يعني تاخذها وانسى بعد ما عندك شيء، هذا شيء لازم انت تفسره. اما بالنسبه اللي قالوا لازم نحتاج جدول محاضرات، سوي انت الجدول، يعني انت شلون تسوي جدول؟ احنا تدريسين ننزل محاضره كل اسبوع، اوكي؟ انت امشي على الجدول، مثلا نقول انا الجدول مالتي القديم اليوم الثلاثاء محاضرتي فلان وفلان وفلان، اقرا فلان وفلان وفلان من الكلاس، خلص. من يجي مالتي ادخل على الكلاس مثلا اورال هيستوري عندي بالجدول وهاي وهاي اقراها امشي على الجدول القديم، بس احنا الماده ما نقدر نوقفها لان احنا لازم نصور وننزل نصور وننزل، بس كل اسبوع يعني بننزل الماده. وانا اعرف انه انتم تقولون لا مو خاف احنا مطالبين بها، انت خلي ببالك احنا مطالب، انت مطالب كل اسبوع تنزل لك محاضره، فالمحاضرات انت بالاسبوع كلها تاخذها، فانتبه عليها، فالمحاضرات انت بالاسبوع المفروض كلها ماخذها. فانت سوي جدول للقرايه هلا خلال هالاسبوع وخلص، يعني عمليه مطالبتك انه تريد انه تدريس ينزل تدريس يوقف ماكو شيء، هو كلها راح تنزل وانت قسم جدولك، بس التدريسي ما راح ينطي اكثر من محاضره بالاسبوع الواحد، تمام؟ انا احتمال اليوم كملتها خميس راح انشرها باكر الجمعه، تقدر تقراها وتستغل الوضع، تسالني اي سؤال تحتاجه واكون معكم ان شاء الله، شكرا جزيلا.